الحكومة والجبهة الثورية بكافة فصائلها هو اتفاق لمرحلة أولى في طريق استكمال واستدامة السلام من خلال السعي لضم الحركات الأخرى. سيدات والسادة، في هذه اللحظات دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء يخاطب في هذه اللحظات هذا الاتفاق التاريخي لأهل السودان الذين اجتمعوا في قاعة الحرية في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وهم الآن في وحدة ورؤية واحدة تعزز نهضة وتطور. سعادتك نستأذن بس لأنه الناس دايرين يشيلوا أحجار لنقلوا الكلمة الخطبة. ما زلنا معكم أيها الأعزاء. الآن دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء سيخاطب من قاعة الحرية بمدينة جوبا هذه الاحتفالية بالتوقيع على اتفاق السلام، وهو يتجه الآن إلى المنصة التي يتحدث من خلالها مقدمو هذا البرنامج ليخاطب عبرها. مجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السيد نائب رئيس المجلس السيادي رئيس الوفد المفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو، دكتور إياك مشار النائب الأول رئيس جمهورية جنوب السودان، السيدات والسادة نواب رئيس الجمهورية وأعضاء حكومة جنوب السودان ورئيس وأعضاء فريق الوساطة، السيدات والسادة أعضاء المجلس السيادي والوزراء، السيدات والسادة رفاقنا في قوى الكفاح المسلح الموقع على اتفاقية السلام، ممثلي قوى الحرية والتغيير والمجتمع المدني وكل المشاركين من جنوب السودان ومن السودان، السيدات والسادة وفود الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يوم تاريخي بحق وحقيق. في البداية أتقدم باسم حكومة السودان وشعبه جزيل الشكر والامتنان والتقدير لإخوتنا في جمهورية جنوب السودان شعبا وحكومة على استضافتهم لهذه المباحثات التي تكللت باتفاق اليوم. لا يفوتنا ولا نستطيع أن نجد الكلمات لتعبر عن شكرنا للقيادة الحكيمة وللجوديشيس والفيري سيريس ليدرشيب أوف هيز إكسلنسي بريزيدنت سالفا كير، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الوساطة بقيادة المستشار توت غلواك. حقيقة كلنا من بعيد شفنا الديناميزم اللي جابوا سعادة المستشار لهذه المفاوضات. شكرا لك سعادة المستشار. هذه الجهود التي تعكس الصفحة الجديدة التي فتحتها ثورة ديسمبر المجيدة في كتاب العلاقة بين الشعبين الشقيقين والمبنية على الحقيقة التاريخية، حيث لا استقرار للسودان بدون جنوب السودان ولا استقرار في اعتقادي لجنوب السودان بدون السودان، والاستقرار في البلدين سيشكل أساساً متيناً للتكامل الاقتصادي بين بلدين يتشاركان حدود جغرافية بطول أكثر من 2000 كيلومتر وتاريخ سيخدم مصالح ملايين المواطنين في البلدين وفي كل منطقة الإيجاد. أعتقد تتفقون معي اختيار جوبا ورمزية هذا الاختيار عندها معاني كثيرة جدا. سوف
تفاوضا بين متحاربين أو متخاصمين، بل هي نقاش عميق وشفاف بين شركاء متساوين في الوطن وفي الثورة. عندما وقع إعلان جوبا ديكلاريشن قبل سنة، كلنا كنا بنعتقد إنه السلام حيتحقق بعد شهرين ماكسيمم 3 شهور، لكن استمر التفاوض ليل ونهار، تواصل لسنة أكيد، لأن القضايا قيد البحث، قضايا معقدة، قضايا فيها تركة تاريخية استمرت عشرات السنين. وأنا أعتقد ما أنجز هذا اليوم سيضع لبنة قوية جدا لبناء الدولة السودانية الجديدة، وأدير حوار ثر حول تجاوز مظالم الماضي والتوصل إلى معادلة حكم مستقرة تضمن العدالة والمساواة والتنمية المتوازنة والمشاركة العادلة لكل السودانيين في إدارة شؤون بلادنا. وكذلك فإن النموذج الذي قدمه الوفدان في تجاوز خلافات ومرارات الماضي الاحتفاء والتقريز، وأيضا توفرت له من جانب وفدنا ومن جانب الوفد قوى الكفاح المسلح قيادة حكيمة وناجزة أدت لهذه النتيجة. إن اتفاق اليوم قد فتح الباب لطريق نعرف بأنه صعب وطويل، ولكننا وبداية بهذا الاتفاق سنعبره معا حتى تنفذه بالكامل، ونحن نضع مصلحة الوطن وشعبنا نصب عيوننا. ومن هنا وجه رسالتي لرفاقنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. نحن بانتظارهم أغلب القضايا تم نقاشها، يجب أن ينضموا لهذا السلام. سنعمل بكل جد لمناقشتهم للتوصل لاتفاق وطني شامل يضمن إكمال بناء السلام والاستقرار في بلادنا الحبيبة. رسالتي للشعب السوداني إن هذا السلام أمانة يجب أن نحملها جميعاً ونتحمل مسؤوليتها. هذا ليس اتفاقاً ورقياً نضعه في أضابير الحكومة، لكنه كائن حي يحتاج أن نتعاهده جميعاً يحمل ملامحنا، صورتنا، صنعناه بأيدينا وبجهدنا في السودان وجنوب السودان. لهذا هو مصدر فخرنا، ونحن نقدمه هدية ونموذج لأصدقائنا وشركائنا في المنطقة الإيجاد والاتحاد الأفريقي. وشكرنا وتقديرنا لكل من قدم يد المساعدة من الدول الشقيقة والصديقة، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. واسمحوا لي يعني مع رانينج ذا ريسك في انه نذكر بعض البلدان، لكن انا داير يعني اخص بالشكر دول الامارات، تشاد، مصر، السعوديه وكل دول الايجاد وكل الاصدقاء والاشقاء. رسالتي الاخيره والاهم في هذا اليوم هي لاهلنا في معسكرات النزوح واللجوء والضحايا وزويهم الذين دفعوا الثمن الاغلى للحروب الاهليه في السودان. هذا السلام الذي نضع لبناته الأولى اليوم هو سلام الناس، سلام المستقبل، سلام سودان، ثورة الحرية والسلام والعدالة، وهو ما سيمهد الطريق لحقوقهم الطبيعية والمستحقة في العودة والاستقرار رئيس مجلس الوزراء والذي